مكرونه كلها عباره عن خضار. مكرونه انا اخترت الشكل الفراشه، معانا فاصوليا حمراء وبسله وبصل وثوم ومشروم وزبده، بس كده الزبده كده مع الفلفل الاسود ممكن اشوح المكرونه اخر حاجه، اشوح المشروم، مشروم مع الثوم والبصل اول حاجه خالص. نبتدي نحط كمان البسله ومعاها مكعب زبده، بعدين نحط الفاصوليا، نحط عليها بقى مكعب كده من المرقه بعد ما نكون شوحناها كويس قوي، هسيبها كده تشوح شويه بعدين احط لها شويه ميه مغليه. طيب نحط كده شويه ميه صغننين ولحد ما تغلي والصوص يتشرب. نبتدي هنا بقى نحط الخضار، بس احاول على قد ما اقدر ما احطش الصوص اللي هو نازل فيه ده. احطه كده معاها زبده وثوم وجوزة الطيب كده، هبتدي احط المكرونه لحد ما المكرونه دي بقى كلها تتشرب من الصوص ده وما يبقاش فيه صوص خالص. شايفين اصلا المكرونه شربت الصوص على طول. اقلب كده كويس قوي كده